السلام عليكم. كثير من الناس لما ابنهم يشرب مادة من مواد التنظيف بالخطأ بروح بدخله أصابعهم في فم الطفل حتى يستفرغ كل اللي شربه، ولكن هاي الحركة خطيرة جدا، ممكن تزود احتمالية تعرض الطفل لضرر أو حتى الوفاة. ليش؟ لأنه المعدة مهيئة من رب العالمين لاستقبال المواد الحمضية، لأنه يعني أصلاً المعدة بتفرز حامض، هذا اللي بيساعد على هضم الطعام، والمعدة في داخلها بطانة، هاي البطانة مضادة للأحماض بحيث إنها تمنع أي ضرر للمعدة نفسها. بينما المريء اللي بوصل الطعام إلى المعدة ما في أي بطانة تحميه، غير مهيأ لاستقبال الأحماض والقلويات. فأنت لما تدخل أصابعك في فم الطفل حتى يستفرغ، اللي حيصير انه اول مره تعرض لهاي الاحماض وهي داخله وهو بيشرب فيها وانت خليته يستفرغ، فهاي كل الاحماض طلعت عن طريق ايش؟ عن طريق المريء. فالمريء بدل ما يتضرر مره واحده يتضرر مرتين، وهذا بيؤدي الى ممكن تلف في جدار المريء، واذا جدار المريء صار فيه تلف ممكن ينخزق ينفجر جدار المريء، وهذا ممكن يعرض الطفل الى الوفاه. فاذا طفلك شرب ماده من مواد التنظيف، الإشي الوحيد اللي ممكن تعمله إنك تشربه حليب وتجيبه مباشرة على الطوارئ، ما تخليه يرجع، لأنه هذا حيضره بشكل كبير. وشكرا لاستماعكم.